طعمه حلو ولا سائل متليج صح؟ ترتيل القرآن الكريم هذا الدكتور جازي على منصور زي شماه عصير شماه هعمل لك هعمل لنا شماه ترتيل القرآن الكريم هذا الدكتور جازي على منصور زي وحبيبتي سورة صف ترتيل القرآن الكريم هذا الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطاء وحبيب سورة صف راح من نشوف مهلبين الله ما نتكلم